بلا ميلار باش انا وليت بحال امي. هو عاد هضري معاه يقشع يقشع عاد بقينا نهضروا ملي بدينا نتعشى بقينا نهضروا نعاود نجمع سايسي نسايس عاد قلت لي يام قال لي ياه تاك انت عاد بدلت انا قلت لي غنمشي افكس نار جميله قال لي جوج دقائق يمكن حتى الغدا هو ساعه ما دوا ما تكلم قلت لجيان قومه بسفيان صافي وجيت عندها اشحفت لك حتني بالهضره نحط لك العشاء تعشيت وي ضربت الروز والله درت فيه الخضره والله واحد ندير الروز ندير فيه جليبينه واحد مرقه عامره خضراء على مزيان ودابا نشوف انا واخا ما قديتش تاكلت عاد اش ندير الروز تقطيها عندي داك الروز عاد ديري عاودي ليا غادي تعاودي ثاني نهار حنا تيجي على مزيناته تيجي على دابا كاين على قلبك تي راسك العزاف ما بقيتش كي تدزي دير تدكع لي تدكع عاد اش ديري بسم الله الرحمن الرحيم كانوا كاع الناس يولدوا بحالك وداروا فاجيت من الليل لا كنت انا في المغرب كنت طلقت والله حق ربي الله تهديني اخوتي شحال من مراه مسكينه والله هذه عنقولها لكم شحال من دريه مسكينه تزوجت وباقا صغيره والله يحسن العوان وتزوجت نهار كانت تتوحم وطلقت طلقت نهار كانت تتوحم ما كيقبلهاش هكا وشحال واش تيقبل عاهو ما تقبلوهاش العدوزه لا انا دروك تعشينا عبد الرزاق صافي ولا فاهم القضيه وعند واحد البنت راه تعرفها بنت طلقت راه باقا دروك مسكينه ولا جوج طلقت على الوحم والله يحسن العوان انا نقولها لكم من هذا المنبر صبروا ملي تجوجوا شي عروسه وتخرج توحم مسكينه من هذاك اليامات صبروا ليها غير صبروا ليها حتى تولد داك الوليد راه الوحم صعيب انا منهم انا طلقوا وانا نقول العدوزه حتى هي راه تيمدوك زاد تبارك الله وليداتك وراكي راكي والده ومعوده فكري لديك مرت ولدك ملي تجي عندك وتاني مرت ولدك ملي يطلق الله وحيلها والراجل تاوي يفكر مرتو ندعاونها والراجل تنعطيه من هذا المنبر ملي مرتك تكون مسكينه توحم وتكون راها الله يحسن عوانها الله يحسن عوانها ما تقول لها طيبي ما تقول لها ما تشهى عليها لا راه الله يحسن عوانها لان درك عبد الرزاق فهم القضيه لا لا انا انا نتعشى ينوض هو يغسل الماء ينوض يغسل الماء نفطروا ينوض هو يغسل الماء نتغداو ينوض هو يغسل الماء اخوتي راه ما قال سيدي ما قال الله الجنه تحت اقدام الامهات تكانت تكانت يعني ربي ماشي غير تيهضر غير هكا هو راه قالوا لنا في الكومنتيرات اش قالوا لي قالنا سورتوا على المشاكل تاعكم وعطونا على الضحك عطوكم على الضحك عليها ملي نعطوهم الضحك عم السربين عديو وداك الفيديو ديالي ملي نحطه في اليوتيوب يدير البوز خاصنا نبوكزوه بالضحك والنشاط ندير بوكزوه بالضحك وعيد من فرنس النهار اللي بكيت هجروه ليا النهار اللي بكيت هجروه ليا حق سيدي ربي اخوتي لا حشومه بالله الله يلاه ندير لكم الضحك انا نقولها من هذا المنبر الضحك والضحك انا نقولها من هذا المنبر خوتي نقول لكم واحد الكلمه ما كاينش اللي تيساهم في المشاكل باش الناس دير المشاكل في اليوتيوب قد المشاهد واحتراماتي لكم الله يحفظكم الله يعزكم الحقاش بعد المشاهد الحقاش اي بلاصه فيها المشاكل تيمشي ليها بنادم طلع سريع عند اليوتيوبوز اللي يدير المشاكل تلقاي عنده 6000 5000 و 300000 400000 مليون انا نسيت كشتي على حسب المقلوب انا يا ربي قاعده في 6000 هذاك الشيء علاش ولفتها انا نسحب راسي راني قلت داك الشيء كثير قالت لي 6000 راه عندو ما تبغيش يشري شي حاجه 6000 مليون ما بغيتش نشري شي حاجه هي راه توين يعني هي راه غير جوجور هي راه جوجور ونسحب 20 نوطه وتنعيط لها تنصبر عليها تنصيفط عليها حسبي هذه واش هذه 20 نوطه تقول لك راه جوجور وبغيت لك راه يتعاشروا معاك بيجي عشره الله الا يتعاشروا والله ما نتلاقى حتى الحق خاصك لا خاصك تمشي للمغرب ولا يجيني الوسواس كيمي مرقد ملي توضر ليها فوطه وسروالها وتعقل عليهم بالليل وسطابها هاي سدوا على امي سدوا على مشاكلكم وسدوا على همومكم وبينوا الضحك وترى نهار راه ترى جات لقاتني مسرحه في الارض يا ربي ما نشكيش عليكم اسمي بقيت نقول لكم شاسي لا ماشي شكوى بقيت نقول لكم لا لا ما خاصكمش تقول والله خوتي ما تقولوش هكا لحقاش حيت نبارطاجيو معاكم اللي كاين بحال دابا هي مريضه جميله مريضه بمرض مرض الحمل مرض السكر يعني انتم عارفين مريضه ربي العالم ما تتمشيش بزاف هابط لي هذا داك الشيء هذيك هبط لي انا لتحت ما خصهاش تتمشى بزاف ما خصهاش تطلع في الدروج يعني الله يحسن العوان يعني واحد الله يحسن العوان وتر واحد الدرجه ولكن الحمد لله ان شاء الله هاد الشيء يفوت وعاد تكون ضحكه ان شاء الله تكون بسمه زوينه هاد الساعه هاد الشيء اللي كاين هاد الشيء يعني كيفاش هي عاد تقول لكم انا
انا فرحانه انا ديك انا نطير كي غندير طير وهي راها مريضه كي غندير يعني طير ما عادش بالقوه عرفتي كو كنا نديروا لكم هادشي هي كو كنا حنا وكان المحتوى ديالنا تنمثلوا فيه وتوخا نمثل ما نقدش لا عقلنا كو كنا تنمثلوا يعني غير تنمثلوا انا كون مثلت كون ندير جوج فيديوهات نتفرش والله الا من دغيا انا طاير لي بحال مي عز علي نقول على الحقيقه عزيز عليا نعاود كلشي عاد نرقد زريوين نوض عمرتي نعمر خلا او راه مابقاش تنشربوا مابقاش تنشربوا انا ما كنشربوش وليت نتخلع من البراد والله شربي خوتي شربي لي بطون ما بغيت والو دابا دابا انا قالت لي اتاي وداتي داتي دارتك داتي درت هك اش وليت نشرب فقر الدم فقر الدم اش وليت نشرب دابا ما تشكيش ما تشكيش راه غيمرض وليت لا نشكي انا اللي فيا نقولو اي نقول لك ما تشكيش اخوتي حنايا تبارطاجو معاكم لا قولي ما انا بخير وعلى خير نحمد الله نشكرو انا راني صحيحه ها تيشوفوك في البياض انا الحمد لله اللهم لك الحمد ولكن نفس الوقت انا مريضه في صحتي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد احنا الله مالك الحمد وحنا عايشين وحنا غاديين حنا تنخدموا وحنا تنجرو ولكن نفس الوقت رحنا مراض مهلوكين وتا المشاهد مسكين راه بحالنا راه كاين اللي مسكين حتى هو راه مريض واي حتى ما راه قالك حنا في الغربه وحنا رحنا مهلوكين وتا اللي في المغرب المغرب مطفر وخلى عبد الرحيم خويا عيط لي عبد الرحيم خويا وقلت لي اودي راه حنا راني مريضه وراني عيانه قال لي كاع شتي المرض اللي كاين هنا كومتي وانا سمعه بغيت نشكي على خويا بغيت نسمع نشكي عليه قال لي كشتي المرض اللي كاين هنا بالدوبر عندكم عندنا تما اسكت قالك صح لا لا قالك صح ما بقيتش عاودت معاه قال لي ديك الكلمه انا حسيت انا حسيت حسيت كل واحد ليه الله سبحانه اللهم لك الحمد وربي يتصرف في امورنا اللهم لك الحمد ولي نطلبوا منكم اخوتي دعموا الخواتات راه مساكن دابا جميله ونزهره ما تيديروش ما تيتلاقوش بزاف علاش حيتاش مال فين كيما تتقول جميله في الفيديو ديالها ما تكون بحدها تقول لكم انا مال فين تنخرجوا مال دابا انا ملي تنخرج بوحدي ما تنصيب ما نقول تنعيا اصلا تنعيا ما تنقد كاع نبقى نشد بوحدي وتنعيا ما ملي تكون انا جميله تنخرج كلمه هكا كلمه هكا تمشي هكا تنمشوا مثلا للمدينه تنمشوا نقعدوا في شي قهوه تنمشوا نقعدوا في شي ريستوره تنمشوا مثلا هوك تنمشوا يعني تنديروا فيديوهات في الدار يعني تنديروا الرواج انا صافي تحكم عليا بالدار وهي مابقاتش كت وانا تنعيا بوحدي انا بوحدي ما تنقدش على اليوتيوب تنعيا تندير فيديو بوحدي تنعيا بحال دابا انا وياها هاني هضرت وانا راني متبعه معاكم بغيت نعاود لكم على قصتي كيفاش واحد العام اللي ما عندوش سمي قالت لي جميله قالت لي سير على هذه قصه شي دابا راني هضرت معاكم وطولت في الهضره وهضرت بزاف وراني سخفت ونوض نشرب الماء والله خوتي راه سخفت ما عطاشتي ضرب شرب الماء تجيني الدوخه جاتني الدوخه عيني يضبوا عليا سكتي سكتي لا تقولي زيد داكشي تقولي راني لاباس عليك ماني لاباس عليك راني مريضه والحمد لله لا يتقلقوا لينا ولابسه داك النوار ما عرفناك غارديان ما عرفنا جيهان ويلي قلت لك ويخسر جيهان قالت لك ما عرفناك بحال هكا ما عرفناك بوليسي ما عرفناك غارديان ولا دوك اللي تي ولا قالت لك دوك اللي تي ما عرفناك كتكريسي تندير اخوتي باش نبان في الميديا عرفت مزيانه نديرها باش كاينه الظلمه ديال هذه مزيانه ديال هافا ديال هافا هذه كانت خدمه يا مسكين كاينه الظلمه عندنا هنا بزاف كاينه الظلمه اخوتي وضروري حنا ايوا خليناكم على خير حبابنا خلينا لا شوف راه بغات تشرب شي حاجه راه ما بغات تشرب حتى انا ما نشربش ما نشكوش عليكم حنا غنشربوا داكشي اللي غنشربوا لا لا عكست العمه عكست العمه الله يحفظنا يا خوتي الله يحفظكم كامل مثلا المناظره ما كنشربهاش انا لا انا ما نشربهاش طير ليا الناس كنشربش ما عندناش مع المناظره اصلا انت ما تشربش مناظره مع قبل ما تشربيش كنشربهاش ديما انا حنا ما عندناش مع يا كنت في الحمام البارح ويلي هي كانت في الحمام تسنى كنت في الحمام البارح وحده ما عطاتش قالت كاس تاع كاس مناضه وهذيك اللي مسكينه كانت تعرفتيها قالت لي انا كاع ما نحملها قلت لها زيديني عليك قلت لها انا لا شي نهار بحال هكا شي وانا نزيد نضحك قلت لها اختي انا نكذب عليك حنا ما كبرنا بمناضه كنا نشوفوها عمل العيد الكبير تاع العيد الكبير سيدي ربي لا كانت بنينه وزينه وعاد سنة قلت قتلتها بالضحك قلت لها كنا نشربوها من العيد الكبير تاع العيد الكبير وكويس الواحد ما كذبتي كويس داك العلبه ما عامرش
والله يا خوتي يلاه ضربي الجهمه الاولى دير كو طلعي وتنزلي. والله ما تقديش شربي الكيس. ما تقديش شربي وهي تقولها لي. قالت لها لي حتى هي حتى هي بحال قالت لي كاع كلشي تغدي يدير وتبدل. قالت وهي تنقص الاخر قالت لي ولي دابا نشري قرع ونقرقرها كامل نبغي عند قرع ما تقدرش. كانت بنينه وزينه وكنا من عيد كبير عيد كبير ولا جابوها لنا عندنا عيد. كانت حاره. كانت حاره كانت شي واحد كانت حاره وماشي حلوه. لا ماشي حلو كانت فيها كشكوشه دايره وهنا السكر والماء. السكر والماء لا شربتيها طيحي بالسكر هي دي. السكر والماء صافي. وانا نزيد نضحك انا قلت لاختي نكذب عليك حنا راه كنا نشوفوها عام العام العام في العيد الكبير يجيبها لينا با مسكين بالفرحات بحال مدخل علينا بحال مبرزين عليه لا بحال مدخل الحولي تاعي عريس عيد في عيد عيد تاع المولاد عيد تاع الحولي وعيد تاع المولاد عيد تاع الحولي. وقلت ليها انا اختي قلت لها موالفه باللبن بالحليب بالعصيده بهذا الشيء اللي كبرنا بيه. والله لما في المناضه ماني قلت لك كبرت في المناضه ودروك ما عنديش فيها السوق ودابا حداش حنايا ما كبرناش فيها ما عندي كاع فيها السوق ما عندي فيها السوق ما كنبغيهاش. انا نشوف دير هنا يضلوا عشر ولو في فاهم والله ما نشرب عزيز عليا حاجه طبيعيه كويس تعاتي ولا ليبطون ولا المهم شي حاجه بحال هكا ما ليبطون تا هما كنشربوش احسن ليا ودوزوا بخير. ايوا دوزوا بخير والسلام عليكم وطلعونا وزيدونا القدام وديروا داك يقولوا لي هاش يقولوا لي هذاك كي قالت امي فاطمه هزوا بينا الاعلام وزيدوا بينا القدام اخوتي الحباب. اه والله الا مسكينه باقا كاع ما صوبتي لي هذه القناه ديالي باقا ما صوبتش عرفت ما امي مسكينه تا يرفدها ما عاد زهر بحال بناتها. والله الا خلي داك تقولها امي مسكينه والله امي زهرها حار والله اي غد تشري ثاني امي والله اخوتي امي ملي دري انا راه نشوف هذه المسخوطه نشوف امي بحالي تا هي اللي هزيت الرجل نحطو تا العشر سنين الاخرى امي كنت انا نحطو الغد الاخر ما نحطش يتحط شويه اللي حطها مسخوط لوالدي ما جيت نتزوج حتى مت ما جيت نجيب سبحان الله العظيم حتى هترت ما جيت نولد حتى مت والله لا انا ملي نشوفك نشوف امي تابعه نشوف امي في جلستها تشبه ليا انا تشبه لامي راه عرفتي ملي نشوفها سقيت امي راه ملي نشوفها دابا راه هي قاعده حدايا نجبدت امي وشتها قدام عودي فيما تشوفيني اعطيني الفلوس نعطيك خلا دار امك هيك خاصك تعطيني امك الفلوس عاد تشبهي ليا الفلوس تتصيفط لي لا شوفيني امك اعطيني الفلوس جيبي لي الكساوي جيبي لي لا في حزمتها لا في قعدتها لا في هضرتها لا في مشيتها عاملتها دي الطاقيه مع امي عمرها دار الطاقيه وعمرني ما شفتها بالطاقيه تبدل لي واحد شويه بالطاقيه نشبه ليها نشبه ليها عمي كنشبهتها في بزاف الحوايج في كل شيء شبهتها في الشكل وشبهتها في الشويه الكاركتير والوراثه وفي كل شيء في كل شيء شبهتها في الدماغ ديالها علاش هي دابا جاها الطونسيو تا هي وجاها وهو مرضها علاش قلت لك لير الطونسيو داكشي كلشي تاع امي تاع امي سبحان الله العظيم وراثي ايوا قال انا شبهت با هذه شبهت با انا با والله با وبكر حار حرورت حرور حتى مسكين راه عند هادي تاع مسكين راه حار مسكين ومعقول وكل شيء وداه الله عشان. بكان بك انا كنت الحار. انا كنت صغيره ودير ديما بو ديرني في جنبي جنبه ديما وانا صغيره راه 6 سنين وعند 5 سنين جيني حيت كنت تعجبيه كنت نعجبو كان يحطني على الجرح نبرع انا كنحط واش كان يقول لي انا واش كان يقول لي انا اللي حطني على الجرح انت كبقيتي فيا مات بوك وقاتلك ولكن ما كانتش ضربه كانت عزيزه علي عاد اش كان يقول لي كان يقول لي على الوريضه النويويره النويويره ولا اش كان يقول لي ها هي مشات ليا كانت لا لا تني تني نسات عليا واحده زوينه كان يقول شكرنا في السماء لا 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 خلي على هذاك الشيء الحويدقه الحويدقه على الحويدقه كان يقول لي مسكين الله يرحمه في هذا النهار ونشبه لي ثاني شكلا راه هاد الحجبان عينيه شاد الحجبان راه حجبان بابا عنده هاد الغنسه هذه وعينيه وحجبان عينيه وحجبان ووجهه وكل شيء وشبه تم شوف ياه انا شبهت كل شيء لا طلعوش لك القرايب لا كيفاش نسحبك شبهتي عمك تحبيتي ديالي شبهتي امه باك كنسعاها انا با با جابك لي با ما كان كيسعى امي با راه كان شاب وزين كان حق الله هو حق له عد الغزلان لا با كان عند الزينات مسكين دوزوا بخير غنبقاو نعاودوا لكم تلعبوا والله ما نسكتوا دابا حنا تعاودي نعاودوا معاكم حيتاش نعاودوا حنا بجوج راه حقيقه راه حنا عاودنا في شوش يا امي والله لا هتر هذه كنحطوا ما نخبوا حتى حاجه امال الحمد لله ما كاين ما نخبوا ما قاتلين ما سارقين ما دابحين
حنا اولاد عروبي بنات عروبيه خبز ربي في طبقه خبز ربي في طبقه عاد اش قالت لي تتكون امي تستر مش مهتي امك هرجفي تتكون امي تستر عاد نستران والله امي ما تسترك شي حاجه امي امها اللي تعرفها امها اللي والدها تقول لك مي سرك تقول لك مي سرك هي واش تخدم انت اجي تقول لها امي تسيري سيري تبقى عاد تصرف مني خليني نعاود خلي امي نجمع خلي نجمع تقول كل شيء تقوله خليني امي نجمع اقول علاش اقول لا عارفه النهار الاخر مشات امي ما شبهتش امها في ما تشدش امي جد وطالقه في ضلا ودينا جينا نهضروا وطالقه في ضلا والحمد لله ما كاين حتى شي حاجه ها تقول لك ماني حيره انا حارقه والله ما كنديروا حاجه خايبه ما كنخسروا جهنا ما عندنا ما يتخبى ما عندنا راه ما تعاودش على شي حاجه راه تعاود على البنات هاو بنات هاو وخوت هاو دابا انت دابا انا وجميل غنعيط لامي نقول لها ما ترى راه درنا واحد الحاجه امي وخليها بينا وبينك لا ما كايناش ما كاينش بيني وبينك عند امي دوز بخير اخواتي حنا طولنا طولنا دابا خواتي تاع عارفينها ما كاينش خواتي تيحمروا جمعانا والله الا من هذا وري تلقى في 16 حق ليله يلا وري تلقى تنقول لك امي وخليها جميل اختي قالت لك هو يعاودها ليا وانا يقول لي تستريها والله لا خطرت ومانو ما استراه مانو ما شدها هو عندو وكاين شي واحد يعاودها لك يقول لك يقول لك شديها عندك بيني وبينك لا ما بيني وبينك شتريش قلتيها لي انت علاش وكون كنت بيني وبينك وشديتيها ثاني عطيتيها لي باش تبقى عندي انا الله لا بقات عندي باش تحرقني انا باش انا تضري براسك قصدي نتلقى سلمت عليك واحد المرة من الدار بيضاء عيطت ليا مسكينة سميتها نسات عليا يا عرفتي حادة لا حاده من قلتي لي مع منين حاده قلت حاده منين قالت لي بعدا قالت لي قول لي خالتي قالت لي خالتي قول لي مويتكم قول لي قالت لي انا خالتي حاده ولا خالتي خالتي الكازاويه من الكازاويه من الشياط شيدميه خالتي شيدميه اللي ساكنه في كازا والله الا سلمت عليك مسكينه وراه تشوفنا دابا يسلم عليها الخير والرباح راه تليفونها عدي والله يسلم عليك الخير والرباح وقالت لي تنبغي امك بزاف بزاف تهضر مع سكينه مسكينه وقالت لي طلبت سكينه قالت لي عطيني النمره وقالت لي راه متتعزوا عليا تبقى داعمه معانا داعمه 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 مسكينه قالت لي عطيني باش تعجبوني خبز ربي في طبق صافي قالت لي تعجبوني انا الطبق علاش دارو باش نحط فيه الخبز الدوز بخير دراوي المساليس راه مصيفطو ليا ندير يلا مصيفطو نقردش السلام عليكم اخوتي سلام 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 سلام